مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، الذي نتناول فيه أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. على الصعيد الرسمي، التقى الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم عبد الله نيمر محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس وبعثة نادي شباب حديبو لكرة القدم المشاركة في تصفيات أبطال المحافظات تجمع المهرة. وأكد نيمار خلال اللقاء أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما كبيرا، وتعمل على تقديم جميع التسهيلات الممكنة وتذليل الصعوبات لإخراج هذا التجمع الكروي في أحسن صورة. من جانبهم، عبر لاعب نادي شباب حديبو عن شكرهم وتقديرهم للسلطة المحلية بمحافظة المهرة على ما لاقاه من اهتمام ودعم واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة سعيا لإنجاح البطولة. هنأ رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبد الله آل عفرار المرأتين المهرية والسقطرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقال العفرار إن المرأتين المهرية والسقطرية استطاعتا إيصال صوتهما منذ القدم، وسيظل صوتهما مسموعا في المجتمع، مؤكدا على اهتمام المجلس العام بالمرأة وقضاياها. وأضاف السلطان أن المرأتين المهرية والسقطرية لعبتا دورا كبيرا إلى جانب الرجل في كل المجالات، وساهمتا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية. دشنت ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات في مقر لواء أول مشاه بحري تخرج دفعة جديدة من العناصر المسلحة. وأكدت مصادر عسكرية أن عدد أفراد الدفعة 122 عنصرا خضعوا لأنواع التدريب والرماية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتأتي هذه التعزيزات من المقاتلين بعد تدفق العتاد والآليات العسكرية من قبل الإمارات. كشف الأكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله عن زيارة أجراها لجزيرة سقطرى اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الانتقالي. وأثارت زيارته وتصريحات عبد الخالق عبد الله غضب الكثير من الناشطين اليمنيين، واستنكروا منع محافظ الأرخبيل رمزي محروس والوزير السابق فهد كفاين من العودة إلى بلادهما، في حين يتجول المسؤولون الإماراتيون في الأرخبيل. وصلت إلى مطار سقطرى الدولي مجموعة من الضباط الإماراتيين تزامنا مع وصول المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله إلى الجزيرة. وقال مصدر محلي إن الضباط الإماراتيين عقدوا اجتماعا مع عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية في المحافظة بغية تنفيذ خطوات لإحكام السيطرة على أرخبيل سقطرى وفصلها عن الجغرافيا اليمنية. إلى ذلك، وصلت لجنة ثقافية إماراتية إلى سقطرى للإطلاع على الفعالية الثقافية التي نظمتها مؤسسة خليفة الإماراتية في الجزيرة للترويج لتراث وعادات دخيلة على المجتمع السقطري. وتزامنت زيارة اللجنة الإماراتية مع وصول وكيل وزارة الثقافة الإماراتي إلى موقع تنظيم الفعاليات التابعة لمؤسسة خليفة. وأطافت اللجنة أجنحة الفعالية ووعدت باستمرار تنظيمها سنويا بجوائز نقدية. وتشهد الجزيرة تغييرات في عدة مستويات لصالح أجندات أبو ظبي في ظل سيطرة ميليشيا الانتقال عليها. كشف مصدر خاص أن لجنة إماراتية ستصل إلى جزيرة سقطرى لإجراء تغييرات على قيادة ميليشيا الانتقالي ونقل ما تم استقدامهم من خارج الأرخبيل إلى المهرة لتنفيذ مخطط إسقاط المحافظة. وتحدث المصدر عن حالة تنافس بين الإمارات والسعودية على استقطاب وشراء ولاءات قيادة الانتقال في سقطرى، وأشار أن عددا من وكلاء المحافظة يتنافسون على تقديم أنفسهم للإماراتيين،
وأكد المصدر أن ضباطا في قوات الواجب السعودي استقطبوا بعض قيادات الانتقال ومندوب الإمارات في الجزيرة ويرفعون التقارير يومية عن أنشطة المجلس والإمارات في الأرخبيل. لم تعد الإمارات تخفي رغبتها في احتلال جزيرة سقطرى اليمنية، فبعد أن سيطرت على الأرخبيل عسكريا وأمنيا بدأت بإرسال مسؤوليها والحديث عن ضمها كإمارة ثامنة. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على التصريحات الأخيرة للأكاديمي الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي. هكذا تبدو سقطرى وقد خرجت من السلطة الشرعية، أرض موعودة لغير أهلها، تتناسل على جغرافيتها كل المشاريع المشبوهة ضمن نهج راسخ تديره الإمارات بمعية الكيانات التابعة لها، والهدف استكمال الاستحواذ على الجزيرة. مصادر محلية أكدت وصول ضباط إماراتيين إلى مطار سقطرى بالتزامن مع وصول الأكاديمي المقرب من ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، في إطار خطوات ترمي من خلالها إلى تكريس الأطماع وفصل الجزيرة عن جغرافيتها اليمنية. صكوك استباحة سقطرى وأحلام ضمها إلى الإمارات تجاوزت حدود الظل وصارت أمنيات لا يتوارى مسؤولون إماراتيون عن البوح بها كلما وطأت أقدامهم أرض الجزيرة. وهنا يكشف عبد الخالق عبد الله عن أطماع دولته بضم الجزيرة، مرددا لاسطوانته المشروخة بربط تلك الغاية برغبة أبناء الأرض الذين يجاهدون اليوم للخروج من عباءة المحتل وإفشال مشاريع الإمارات. وأمام كل هذا الوضوح في الأهداف الإماراتية ونواياها المستمرة في الهيمنة ومد النفوذ، تبدو الجزيرة أكثر حاجة للوقوف بصلابة أمام طامع أحال سنواتها الماضية إلى ليل حالك والمضي في عهد أجدادها الذين جاهدوا في سبيل ألا تكون مرتعا للغزاة أو مآلا للقوى الاستعمارية الطامعة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، أهلا بك. بداية سيد عادل، من أيام قليلة وصل إلى جزيرة سقطرى ضباط إماراتيين برفقة الأكاديمي الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، وبعد ساعات من وصوله غرد على صفحته بتويتر عن تمنيات أبناء سقطرى، قال أنها تمنيات أبناء سقطرى وليست تمنياته هو، لو أن تكون هذه الجزيرة إمارة ثامنة. ما هي أبعاد هذه اللغة الصادرة من شخصية أكاديمية تعي ما تقول، خصوصا وأنها شخصية مقربة من ديوان الحكم الإماراتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. ما قاله عبد الخالق عبد الله هو عبارة عن تست وتجربة تجربتها المخابرات الإماراتية عن مدى جدية و ردود الفعل لدى الشارع اليمني ولدى النخب والقيادات ولدى المواطنين في جزيرة سقطرى، وتبين لهم حقيقة أن الأمر لا زال بعيدا وأن الناس يعني دون ذلك خرط القتاد ودون ذلك يعني هوة كبيرة لن يستطيعوا تجاوزها في النيل من هذه الجزيرة التي زاد أطماعهم فيها لأسباب كثيرة، منها بعدها الجغرافي وسلمية شعبها، وكذلك يعني الظرف الموجود في البلد، الاحتراب الداخلي، فكل ذلك يعني نسيل لعابهم على هذه الجزيرة المهمة استراتيجيا وجغرافيا. ولكن كما قلت لك يعني قرد هذا المقرب من محمد بن زايد يعني كتست وتجربة ما الذي سيكون لدى الشارع اليمني، فتبين أن الناس يعني لن يعني يفرطوا في هذه الجزيرة. هو الإمارات لها مصالح كثيرة في اليمن، فبالتالي لم تستطيع أن تخطو خطوات متسارعة في سقطرى، لكنها تمضي في انقطاع هذه الجزيرة من الجسد اليمني، ولكنهم لم يفلتوا. في الواقع لاقت هذه التغريدة استنكارا شعبيا وغضبا قويا من قبل الشعب اليمني. سيد عادل، بين أمنية عبد الخالق والإمارات والواقع الحاصل الآن في جزيرة سقطرى هو أن الإمارات فعليا تسيطر على المؤسسات الخدمية في سقطرى، بما في ذلك المؤسسات السيادية كالمؤسسة العسكرية والأمنية والميناء والمطار والاتصالات. برأيك ما أسباب صمت الشرعية المستمر على الإجراءات الإماراتية في أرخبيل سقطرى؟
الشرعية كان لهم تجربة سابقة في أحمد عبيد بن دغر الذي كان رئيس الوزراء السابق وتكلم عن جزيرة سقطرى، فكان الجزاء أن أخرج من منصبه وأحيل للمحاكمة وكأنه مجرم وكأنه إرهابي وكأنه ارتكب جريمة حين قارع الإماراتيين في جزيرة سقطرى. فبالتالي الرئاسة لا زالت في صباتها والبرلمان يعني في تمزقه، والحكومة يترأسها معين عبد الملك ويقول بصريح العبارة أن الحديث عن جزيرة سقطرى يثير الحساسية لدى الأشقاء في الإمارات، هكذا يرددها كثير من المرات. فنحن أمام واقع مؤلم لهذه الحكومة الشرعية، وأمام أيضا مجلس انتقالي انكشف يعني جليا أمام بعض أنصاره الذين لا زالوا يعني مستقفلين، أن خالق عبد الله يقول قطعة إماراتية، لم يقل من جنوب اليمن ولم يقل أنها تابعة للانتقالي، ولكن قال أنهم يريدوا أن تكون إمارة تامنة للإمارات، مما يعني فضحهم ودل على أنهم فقط شركة أمنية ينفذون أجندة برامج أبو ظبي. طيب سيد عادل، كيف يمكن أنت أن تفسر أن الإماراتيون وغيرهم يتجولون في أرخبيل سقطرى بينما أبناء سقطرى كمحافظ سقطرى ومعالي وزير السابق فهد كفاين يمنعون من الدخول إلى الأرخبيل؟ هذا هو الاحتلال بعينه، يعني هذا هو الاستعمار، هذا هو الاستحمار يعني والاستبداد والطعن في الظهر الذي فعل هذا التحالف الذي زعم أنه جاء لقاتل جماعة الحوثي التي تتواجد في أطراف الشمال في عمران وفي حجة وفي المحويت وفي صنعاء. ما الذي ذهبهم إلى عمق البحار إلا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف زيفهم وكذبهم، وأخرجوا هذا المحافظ ابن الجزيرة وجاءوا بأناس من خارج الجزيرة، وأخيرا كشف قناعهم وتكلموا بصريح العبارة أنهم يسعون لاقتطاع هذه الجزيرة لتكون تابعة للإمارات، ولكن الأمر أكبر منهم ولن يستطيعوا تجاوزه. سيد عادل، برأيك كيف يمكن تصور أن تقوم دولة التي نعتها الكثير من اليمنيين ردا على تغريدة عبد الخالق عبد الله بأنها دولة طارئة، كيف يمكن أن تقوم دولة مثل الإمارات بالدخول والخروج إلى أراضي دولة ذات عراقة وسيادة وتاريخ مثل اليمن دون التنسيق مع الحكومة؟ والله حتى أكون واضح وصادق معك، الموضوع هو مشاريع وأجندة داخل المنطقة، والإمارات هي يعني ذراع من أذرع الصهيونية في المنطقة، ومحمد بن زايد يعني اعترف مؤخرا أنه يمضي في هذا الطريق وأنه يوعدوه أنه سيكون رجل الشرق الأوسط، وبالتالي ما يشجع الإمارات عن التواجد في سقطرى، ما يشجع على الجراءة على التكلم في أرض غير أرضها وبلاد غير بلادها بكل وقاحة وبكل يعني صلف، واتكائها على الكيان الصهيوني وعلى المشروع الكيان الصهيوني في المنطقة، ويقولوا أنهم يعادوا المشاريع الأخرى مثل المشروع التركي أو المشروع الإيراني كما يزعمون، وبالتالي هم أمام يعني وجنود وأذرع لهذا المشروع ويستقون به، وإلا هم أقل وأسقر وأحقر من هذه الخطوات التي يتجرون عليها. طيب سيد عادل، بين ما تقوم به الإمارات في سقطرى وتجرؤها وضعف وصمت الشرعية، اليمن في النهاية دولة ذات سيادة وعضو في مجلس الأمن، لماذا لا نسمع أي موقف دولي تجاه الخروقات الإماراتية في أرخبيل سقطرى؟ من تريد أن تسمعه؟ إذا كان قلت لك الحكومة هم من اختارها وهم من يعني وظفها وهم من يعني يتحكم فيها، فبالتالي لا تنتظر منهم مواقف مشرفة كهذا، وكل من وقف موقف مشرف يعني رأيت مصيره، والأمثلة على ذلك شاهدة، مثال أحمد عبيد بن دغر أو محمد صالح بن عدي أو أحمد بن أحمد الميسري أو غيرهم من صالح الجبواني، كل من يعني عارض سياسة التحالف أو الإمارات خصوصا يعني يكون مصيره الخروج من هذه الحكومة الشرعية، مما يدل دلالة واضحة على أنهم هم من يتحكم في قرار هذه الحكومة المدجنة. القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
وقال مصدر محلي إن الإمارات أنشأت موقعاً لتأمين المروحيات في جزيرتي عبد الكوري وسمحة بأرخبيل سقطرى. وأكد المصدر أن الإمارات قامت ببناء هنجر كبير يتم الاحتفاظ فيه بالمروحيات أثناء فصل الخريف وتوقف الملاحة الجوية التي تنفذها شركات إماراتية للسياح بسبب حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية. وأضاف المصدر وأن أبو ظبي تواصل إنشاء عدد من المواقع العسكرية في جزيرة عبد الكوري بعد استكمال إنشاء مدرج وميناء للأغراض العسكرية. ألزمت مؤسسة خليفة الإماراتية مراكز الإنزال السمكي في جزيرة سقطرى بتوريد الأسماك الموسمية التي يتم جلبها في منطقة إريسال شرق الجزيرة. وأكدت مصادر محلية أن الإمارات ألزمت الصيادين بتوريد الشروخ والجمبري لمصنع برايم الإمارات في الجزيرة ليتم عملية تصديره إلى أبوظبي. مادة معلوماتية حول التحركات الإماراتية الأخيرة في جزيرة سقطرى، نتابع. ايوه رابط انتقالي هذا ما محل رحله انتقالي من جهه اخرى محرقه بيد الله محرقه على مدى سنوات ظلت السعودية تزعم دور الوسيط في جزيرة سقطرى، لكن الشواهد كانت تؤكد دعمها ورعايتها لتحركات الانتقال والإمارات في الأرخبيل. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على أحد أشكال الدعم الذي تقدمه الرياض للانتقال. ليست أبو ظبي وحدها من تعبث بالأرخبيل اليمني، فثمة عبث آخر تمارسه الرياض في العلن مرة وفي الخفاء ألف مرة. ومثلما تستخدم أبو ظبي درعها الإنساني المتمثل في الهلال الأحمر الإماراتي مستغلة غياب الدولة وحاجة المواطن السقطري الملحة، تفعلها الرياض اليوم عبر ما يسمى ببرنامج الإعمار السعودي. دورات تدريبية لا قيمة لها قدمها البرنامج السعودي لمليشيا الانتقالي، ما اعتبره البعض أحد أشكال الدعم الخفي الذي تقدمه السعودية لمليشيات استباحت سقطرى وصنعت انقلابا أخرجها عن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية التي تقول السعودية إنها جاءت لدعمها. يد جديدة قديمة تظهرها الوقائع والأحداث للعلن في سقطرى بعد سنوات من ممارسة الرياض دور الحياد المبطن بالانحياز، وقد كانت يدها حاضرة في إبعاد الحكومة الشرعية عن المشهد السقطري عبر قوات الواجب السعودية التي تولت مهمة تسليم سقطرى لأبو ظبي وأتباعها. تتوالى طعنات الرياض تباعا في خاصرة الحكومة الشرعية يوما بعد آخر، وعلى إثرها تنحسر الرقعة الشرعية وتمتد يد الفوضى والعبث لتنال من جغرافية اليمن وسيادته. وأمام كل هذا الوضوح في الأهداف السعودية الإماراتية، يبقى الصمت الحكومي سيد الموقف. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.